بنرحب بحضراتكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا الكابتن أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي الزمالك السابق والمدرب السابق في فريق البنك الأهلي، وحاليا هو المدير الفني لنادي السكة الحديدة. كابتن أمير مساء الفل عليك. صباح الفل يا أبو رايك. إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. منورني ومشرفني. وأنا والله وحشني والله، بكتير ما شفتكش. بالظبط كده. إيه؟ والله تمام الحمد لله تمام. وأنا مبسوط أنا معاك النهاردة. ربنا يخليك يا رب. عايزين نبتدي معاك بقى من آخر خطوة، هي خطوة نادي السكة الحديد. إيه الحركة الفجائية دي؟ إيه الخطوة دي؟ لا مش حركه فوقيه ولا حاجه. يمكن انا بقى لي فتره زي ما انت قلت، يمكن انا اشتغلت في نادي الزمالك مدرب، واشتغلت في اف سي مصر مدرب، وبعد كده اشتغلت في نادي النجوم مدير فني، وبعد كده رجعت تاني مدرب عام في البنك الاهلي. فما جت الخطوه دي الفرصه دي طبعا يعني حاجه كويسه قوي، ان انت تبقى مثلا في سن صغير ان انت تبقى مدير فني. كام سنه دلوقتي يا كابتن امير؟ انا دلوقتي 38 سنه. وانت عارف اللي هنا في مصر يمكن الحته دي بتتاخر شويه. اه طبعا. اللي انت لازم شعرك يبيض عشان تبقى مدرب بالزبط. شاب او تصلع حاجه من بالظبط من الاثنين يعني. فيمكن الناس بصراحه في نادي السكه يمكن لما اتكلموا معايا ناس محترمه جدا، وانت يعني برضو قبل ما تاخد الخطوه دي انت بتبص انت رايح فين يعني. أيوة. انا برضو نادي السكه من اقدم، يعتبر اقدم نادي في مصر. النادي قبل كده في الدوري الممتاز يعني ياما طلع نجوم، وطبعا مع راسهم كابتن محمد بركات وكابتن ايمن منصور كابتن جمال السيد، ففرقه كبيره ليها اسم. والحاجه الثانيه الفرقه عندها كيان، عندها استاد محترم، عندها منشآت، فعندهم عوامل اللي انت تقدر تساعدك ان انت تشتغل وتنجح وتؤدي بشكل جيد. ايوه. فيمكن الناس لما اتكلمت معايا انت برضو زي ما قلت لك بتبص على الحته اللي انت تقدر تشتغل فيها بارتاحيه، بيبقى فيها استقرار. فهي خطوه طبعا كويسه بالنسبه لي ان انت تقدر تبقى مدير فني لفرقه زي نادي السكه الحديد. وان شاء الله باذن الله اتمنى باذن الله اللي بقى السنه دي في فرقه كويسه، نعمل فرقه كويسه باذن الله اللي احنا نقدر نظهر بشكل جيد باذن الله. يمكن السنه اللي فاتت الدوري كان صعب جدا، الدوري الدرجه الثانيه كان صعب جدا، ويمكن هم الحمد لله نجحوا في يبقوا موجودين في البقاء. فنتمنى ان شاء الله اللي احنا نبقى اضافه للفرق باذن الله، وان شاء الله نعمل سيزون كويس ان شاء الله. كلام كتير جدا اتقال عن اسباب رحيلك عن الجهاز الفني لنادي البنك الاهلي، عايزين نعرف بقى الكلام الصح الكلام المظبوط. والله يا ابراهيم انا بص، يمكن انا كنت مرتبط بالكابتن خالد جلال طبعا، كنت اشتغلت معاه في نادي الزمالك واشتغلت معاه في نادي اف سي مصر. ويمكن اما عرض عليا ان انا انضم لنادي البنك الاهلي انا وافقت طبعا، اللي هو راجل برده انا يمكن شغال معاه على طول. لكن انا بالنسبه لي يمكن الاداره محترمه جدا، يمكن اللي هو اشرف نصار الراجل محترم جدا ومجلس اداره كانوا موفرين كل حاجه. لكن زي ما قلت لك يمكن انا ما اعرفش يعني، انا كنت واخد القرار من بدري، يمكن قبل المباراه بتاعت اخر مباراه ليا كان سموحه كنت واخد القرار، بس كان متاجل. يمكن انا كنت اتكلمت مع الكابتن خالد قبليها بشهر، قلت له يمكن انا مش يعني في ساعات انت ممكن تحس انت مرتاح في شغل وانت مش مرتاح في شغل يعني. انا ما كانش في مضايقات من اداره او اي حاجه، لكن انا حسيت ان انا ممكن مش يعني ما اعرفش، ما كنتش حسيت ان انا كميتي مش ماشيه شويه مع الاجواء، او مع ما اعرفش ايه بالظبط السبب اللي يعني عارف ما حسيتش انا مرتاح بصراحه. فكان اتكلمت مع الكابتن خالد وكده، قلت له برغم الراجل كان مديني وقت في الشغل ومديني اختصاصات، لكن زي ما قلت لك انا كنت واخد الخط اللي انا كنت ببحث على اللي انا ابقى ان شاء الله الفتره اللي جايه ابقى الرجل الاول. فاعتذرت بكل شياكه والناس تقبلت الاعتذار وبس وخلاص. لكن انا بالنسبه لي ما فيش اي مشكله، لكن زي ما قلت لك انا ساعات ممكن انت بتبقى في مكان تحس ان انت ممكن مرتاح. انا ممكن ما كانش الموضوع بالنسبه لي ما فيش مضايقات، لكن انا بالنسبه لي ما يعني انا حتى في نادي مثلا اف سي مصر يمكن امكانيات ممكن ما كانتش كبيره زي نادي البنك الاهلي، بس انا كنت مرتاح. الناس انا كنت وانا بشتغل بحس ان انا في ارتاحيه بس. فاعتذرت بكل ادب والناس تقبلت ده وبس، ولحد دلوقتي الحمد لله. يمكن علاقه يمكن معظم الناس هناك كمسؤولين او لاعبين او باركوا لي على الخطوه اللي انا خدتها دي وبس، وبتمنى لهم طبعا التوفيق. يمكن ببارك لهم على اخر ماتشين، كان ماتش الجيش وماتش المصري. فبتمنى لهم ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه. شايف فرقه البنك الاهلي تقدر تقعد في الممتاز؟ والله هو بالامكانيات المفروض تقعد، لان هم عندهم امكانيات جامده بصراحه يعني. عندهم اداره بصراحه بتوفر حاجه كويسه جدا، مفيش حاجه بيبخلوا عليها. لكن زي ما قلت لك يمكن هي الحته بس كانت النتائج سلبيه شويه الفتره اللي فاتت. انت برضو عارف ان انت اول سنه بتطلع دوري ممتاز، بس المفروض ان الفرقه بتاعت البنك الاهلي فيها كم اسماء، هي خلي يعني بسيوني احمد علي كلها لعيبه متمرسه في الدوري الممتاز. انت قلت كلمه في الانترو لما كنت بتتكلم على باريس سان جيرمان،
انت قلت بالكوكبه دي اللي انت ممكن تاخد شامبيونز ليج وممكن ما تاخدش شامبيونز ليج، مش شرط اللي انت تجيب كوكبه يعني لعيبه جامده جدا واللي انت تنجح، ومش شرط اللي انت تجيب لعيبه مثلا مش جامده جدا وتفشل، هي صحيح. معادله مختلفه. لكن زي ما قلت لك هي اول فرقه او الفرقه اللي بتطلع اول سنه في الدوره ابراهيم بيبقى المواضيع صعبه شويه، اللي انت برضو بتبقى اول بتجمع، انت كانك انت مجمع فرقه جديده. يعني انت لو تبص للعدد اللي قعد من السنه اللي فاتت لما كانوا في ده حوالي 6 لعيبه او 7 لعيبه والباقي كله جديد، فبتحتاج وقت وبتحتاج برضو اللي انت بيبقى فيه تنوع في المستويات، متنوع في الاعمار. يعني القصه برضو بتبقى هي برضو الناس معذوره، اللي انت النهارده الدوري السنه اللي فاتت انت عارف موضوع اكتمل بعد موضوع الكورونا، فكانش في وقت للفرق اللي صاعده اللي هي تقدر يبقى عندها ارتحيه في تكوين الفرقه. فاللي فرق ما اللي فرق معاهم بس حته الوقت. لكن زي ما قلت لك فرقه زي دي عندها امكانيات طبيعي اللي هي تبقى في الدوري. لكن زي ما بقول لك انا شايف المنافسه هتبقى صعبه. اللي انا مين شايف مين بقى اللي انت متوقع ان ظروفه هتبقى صعبه في القاع ومين اللي ممكن يفلت؟ بص هيقول الفرق كلها عندها ماتشات صعبه. أيوة. يعني خلي بالك يعني مثلا بنك الاهلي عنده الماتشين الجايين، عنده الاهلي وبيراميدز وعنده الجونه في الجونه، وادي دجله عنده الاهلي، الانتاج النهارده عنده هيلعب بيراميدز، المقاولين برده انا في وجهه نظر المقاولين في اللعبه اللي المقاولين 29 بونت واسوان والبنك الاهلي 24، فبرده النهارده هيلعبوا عندهم الماتش الجاي تقريبا بيراميدز برده المقاولين وتقريبا عندهم الاهلي ماتش ورا بعض. فالدنيا كلها تحت، انا شايف الاربع فرق دول هي الموضوع ما بينه او الخمس فرق دول من بدايه من المقاولين لحد الانتاج الحربي ما تقدرش تقول مين. لكن انا شايف اللي الفرقه اللي انا شايف اللي بتادي بشكل جيد وممكن مثلا ممكن نتائج مش مساعدها بس فرقه اللي في اي وقت ممكن تكسب، انا شايف وادي دجله. يعني وادي دجله برده من الفرق اللي يعني انا اتفرجت هم اداهم الفتره اللي فاتت عمال بيتحسن مع طبعا مع كابتن عباي وكابتن محمد عبد الواحد، فبرده فرقه كويسه. يعني فرقه بتلعب كره هجوميه، فرقه بتهدد مرمى الخصم كتير، يعني بتروح للي عندها تهديد على طول، لكن بيبقى عندهم ساعات مثلا نتائج سلبيه اللي هي التعادلات الخساره، لكن برده من الفرق اللي هي ما يستهانش بيها. فانا شايف ان الموضوع بالنسبه للفرق كلها صعب، لكن انا شايف في الامطار الاخيره من الدوري هتقدر تقول مين. اسوان نفس القصه، يمكن اسوان برده اسوان بقى لها فتره الدنيا فيها دروب جامد، فيها دروب بس يعني انت الماتش اللي فات برده تعادلوا مع سيراميكا في السويس، سيراميكا فرقه محترمه جدا في اخر ثانيه، اخر ثانيه يعني فرقه خلي بالك يعني سيبك من الدروب اللي حصل، بس فرقه يمكن انا لعبت قدامها لما كنت في البنك الاهلي اول مباراه ما انا كنت موجوده لما الكابتن خالد كان عنده كورونا. لا من الفرق اللي هي فرق صعبه شويه كمان في الحوادث، ثوابت عندهم عمرو الحلواني بيلعب الثوابت هو بالبلدي بلغه الكره كده اكل عيشهم في الحته دي. انا فوق من احسن فرق اللي بتلعب ثوابت في الدوري فرقه اسوان، ده طبعا ده حقيقي فعلا. فمش الفرقه برده اللي تقدر تقول الوقت اللي هم مثلا رموا الفوطه او لا، انت برده هم بيلعبوا في 24 25 نقطه دلوقتي او 24 25 نقطه فبرده لا انا بقول لك المنافسه في المربع الخمس فرق اللي تحت، الانتاج برده ما هو كسب برده سموح تقريبا كسب سموحه او انت كسب المصري سوري 3-2 الماتش اللي فات اتعادل، النهارده عنده بيراميدز، فالدنيا تحت المنافسه شرسه بالظبط كده. لكن ما انا لسه كنت بتكلم مع حد فبقول له ان الفتره اللي جايه الجولات اللي جايه هتلاقي اللقاءات مولعه بالظبط فوق وتحت، لانه يعني اللي كان متوقع ان خلاص كان في 3 4 فرق باين ان هم دول اللي هيهبطوا بالزبط. فكان بقيه الفرق مريحه بالزبط. وحتى بتلعب لقاءاتها في الدوري وهي مريحه مريح السخونيه اللي حصلت تحت خلاص خلت كل الماتشات اللي جايه صعبه بالظبط وفوق لان لان هو ما بالظبط لان هو اللي بيلعبوا او اللي هم بينافسوا او اللي بيهربوا قصدي من الهبوط هيلعبوا الفرق اللي بتنافس على لقب بطوله الدوري بالظبط. هتلاقي الماتشات كلها ده مش عايز يهبط وده عايز يكسب بطوله الدوري بالظبط. انت برضو في برضو نقطه اللي انت النهارده المركز الثالث ده انا شايف برضه هيبقى صعب، اللي انت النهارده المصري ماشي بشكل جيد يمكن بس باستثناء اخر مباراتين، انت بيراميدز برضه عايز يلعب يخش السنه الجايه كونفدراليه او برضه الدنيا، وعندهم برضه جايبين مدرب والفرق اللي في النص مش بعيده عن اللي تحت بالزبط. يعني فرق مش بعيده فبرضه يعني انا شايف الدوري السنه دي كله من فوق لتحت الدوري كله صعب. يعني احنا اعتقد السبع يعني او الست سبع جولات اللي جايه دي هنشوف فيها بالظبط. بس انا كنت اتمنى ابراهيم يعني بص انا في وجهه نظري كنت اتمنى للدوري كان يعني في وقت من الاوقات كان لازم يستمر يعني يكمل. خلي بالك برضو انت ما بتخش في اجواء بعد كده تقدر ترجع تاني في 27 صح. يوم بعد ترجع تاني يعني دي برضو خلي بالك في فرق انت النهارده تقريبا يعني تقدر تقول لك انك في اجازه الموسميه اجازه سلبيه اللي هي ما بين الموسمين وبعدين خلي بالك برضو ابراهيم في فرق ممكن رتم المباريات بتبدا تعلى من رتم المباريات صح
ففي فرق النهارده مثلا يعني فرقه زي البنك الاهلي اخر ماتشين هم كسبانين، النهارده هيبقى في توقف صح، فالتوقف ده بالظبط هيهمدوا هتبدا تاني تعيد برده من اول تاني، بتبدا فتره اعداد زي ما انت قلت صح. ففي فرق برده الماتشات رتم الماتشات هو اللي بيخلي المستوى صح. يرتفع صح. فانا كنت اتمنى للدوري يعني كان حتى في لعيبه ممكن تكون بتحافظ على نفسها وفي لعيبه تانيه ما بتحافظش على نفسها او مثلا بتفتح اكل او بالظبط. فانا كنت اتمنى صعب على الاجهزه الفنيه بالظبط، فانا كنت اتمنى اللي يبقى في حتى في فتره كان لازم المباراه تشتغل اللي انت من خلاله زي ما بقول لك يبقى الريتم الماتشات شغال، وفي نفس الوقت برضو انت النهارده الدوره لما يخلص يا ابراهيم برضو الله يكون في عون الفرق النهارده اللي هتبدا تعمل قوايم واللي انت عايز برضو تلحم الموسم الجديد في القديم. أيوه. الفرق اللي هتهبط برضو مش هتقدر تجيب لعيبه للدوري الدرجه الثانيه هيبدا، فقصه برضو يعني اتمنى بقى ان السنه دي تكون اخر سنه للكعبله اللي احنا بنشوفها في المواعيد والحاجات يا رب دي. يا رب السنه الجايه تبقى منتظمه والدنيا تبقى منتظمه فش بالظبط، ومش عيب بص يا ابراهيم ومش عيب اللي انت النهارده يعني يبقى في حلول للسنه الجايه عشان ما يعني انا دلوقتي شايف اللي انت السنه الجايه الدوري هيبقى صعب في ابراهيم برضو اللي انت عندك تصفيات كاس عالم وعندك امم افريقيا وعندك كاس عرب، فبرضو لازم تلاقي حلول من الوقت يعني مش عيب النهارده صح. انا في وجهه نظري الناس كلها يقول لك ايه بلاش دوري المجموعتين، لا ما انت دوري عملت دوري مجموعتين الوقت هتختصر وهيبقى عدد الماتشات قليل وتقدر تظبط الدنيا للسنه اللي بعديها صحيح. لكن انت لو مشيت بنفس وايا كان سواء دوري مجموعتين مش دوري مجموعتين بس يبقى في حلول يعني يبقى في حلول بديله بالظبط، لكن ما نجيش الوقت نقعد نقول مثلا لا السنه الجايه كذا وبرده نرجع لكذا، عشان انا ابراهيم برده يعني برضو اللعيبه هنا في مصر بصراحه يعني لعيبه اوروبا كلها او لعيبه العالم كله الناس بتاخد راحات، وده طبيعي اللي انت اصلا يعني علميا اللي انت لازم تاخد راحه بين الموسمين اللي انت برضو بتحميك من الاصابات بتحميك من، لكن حته تلاحم المباريات وتلاحم المواسم دي لا صعبه جدا، يعني انت شايف النهارده المنتخبات كلها بتلعب كل الفرق في اوروبا يعني خلاص هتبدا فترات الاعداد تصفيات الشامبيونز ليج دلوقتي بتبدا ليه الادوار التمهيديه اللي هي الفرق اللي بتبقى من مثلا من بلاد صغيره والحاجات دي، فاتمنى بقى ان نمشي بدوري منتظم، اتمنى للسنه الجايه حته الجمهور، انت امبارح بتتفرج على ماتش الدنمارك وانجلترا بص الملعب عامل ازاي، انت فاهمني الدوري الانجليزي دلوقتي بداوا الناس تقول لك لا السنه الجايه هيبدا يبقى فيه جمهور، احنا بقى لنا 7-8 سنين مع احترامي الدوري بيبقى فيه دوري بس مفيش ما تحسش اللي فيه منافسه، وده من خلاله انت لو رجعت النهارده لمباراه الاهلي والزمالك حتى ما بقاش انا في وجهه نظري ما بقاش ليها طعم زي المباراه بتاعه السنين اللي بيبقى فيها جمهور، طبعا الجمهور بيفرق الجمهور بيفرق السماء من الارض يعني بالظبط، واحنا الحمد لله ابراهيم بص احنا بقى لنا الحمد لله في استقرار في البلد وفي استادات محترمه وفي امن بيقدر يامن ماتشات، فليه لا الجمهور يبدا يخش يعني خلاص بقى الناس تقدر تتفرج والناس تقدر تروح الاستاد وتتفرج ويبقى في منافسه فعلا تحس ان انت بتلعب في بطوله، يعني انا بتفرج النهارده معلش مع احترامي انت الدوري المصري كان من اقوى الدوريات في افريقيا والدوريات العربيه عشان ما تضحكش على بعض انت دلوقتي لا بسبب عدم حضور الجمهور في تراجع، بص النهارده الدوري السعودي بقى مكانته فين انت فاهمني، فده اللي انا وخلي بالك انا ما بتكلمش على الدوري السعودي هم عندهم امكانيات ماديه طبعا مهوله لكن هي مش كل حاجه الامكانيات الماديه، انت النهارده لا انت عندك استادات كويسه عندك لعيبه كويسه اللاعب المصري كويس، لكن زي ما بقول لك نتمنى الفتره اللي جايه بقى حته الجمهور بقى تبدا الناس ترجع تاني للمدرجات ونشوف بقى ال 10000 وال 20000 اللي زي ما بقول لك ابراهيم بعض اللعيبه بتلعب مثلا مع منتخب مصر او مع الاهلي او الزمالك اما بتلعب في بطوله افريقيا ويبقى في جمهور بتتفاجئ بالجمهور انت فاهم قصدي، يعني انت النهارده اما بتلعب دوري من غير جمهور وتيجي مثلا ماتش مع منتخب مصر او ماتش الاهلي والزمالك في افريقيا لما تلاقي 10000 تحس ان اللعيب نفسه مستغرب انا بلعب فين انت فاهم قصدي، فنتمنى ان القصه دي بقى تبدا السنه الجايه يبقى ليها علاج اللي الناس تبدا تخش الاستاد تاني. شايف المنافسه على اللقب ما بين الاهلي والزمالك هتكمل لغايه اخر لقاء في الدوري؟ انا شايف هتكمل السنه دي المنافسه صعبه، الفرق كمان خلي بالك الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي والزمالك السنه دي لا المستويات لا يعني في فرق ابرز حاجه المحله كسبت اهلي وكسبت زمالك وبيراميدز نفس القصه، فانا شايف لا المنافسه السنه دي صعبه جدا، لكن زي ما قلت لك مش يعني برضو في حته التوقفات دي هي اللي هتساعد على صعوبتها انت فاهمني كل الامطار الاخيره أيوة في الدوري عندك فرقه زي غزل المحله لما تكسب الاهلي والزمالك وبيراميدز لا يبقى انت عندك فرق في الدوري بالظبط لا يعني بالظبط، وانا برضو من كلامك عايز احيي فرقه غزل المحله طبعا طبعا بصراحه طبعا كابتن خالد عيد يعني بصراحه يعني هم اي نعم الفتره فاتت كده ريحوا شويه بص طبيعي برضو بس لا هم اللي عاملينه السنه دي في الدوري، وكمان بقى اللي الاداره عندهم عامله الفتره الاخيره الجمال يعني لسه كنت بشوف من اسبوع ولا حاجه كده فيديو وصور لغرفه خلع ملابس غزل المحله التغيير اللي حصل فيها
فكره شركه الكوره، لا حاجه الواحد يفخر بيها وحاجه بالزبط. يعني الواحد يتبسط بيها يعني. ودي ناس اتعلمت يمكن انت في سنين من سنين من سنوات كان المحله ممكن تطلع تنزل صح. تطلع تنزل صح. لا انا شايف السنه دي كمان مجموعه اللعيبه اللي جابتها ممكن لعيبه ممكن ما تكونش معروفه قبل كده، لكن لا لعيبه بتلعب بقلب. انا شايف من احسن فرق اللي في الالتحامات على الكوره فرقه غزل المحلة. والناس بقت حافظه اساميهم دلوقتي بالظبط بالظبط. والملعب يعني فتح الله والندري واحمد الشيخ وعبده يحيى واحمد الشيخ وحارس المرمى كمان من حراس كويسين جدا. زي ما بقول لك ملعب المحله اللي يروح هناك اللي يطلع بنتيجه ايجابيه ده يبقى بالنسبه لي انا في وجهه نظري يبقى بطل صح. يعني صح. بس فانا بوجه لهم تحيه وبوجه طبعا للكابتن خالد عيد على الاداء اللي هم عاملينه السنه دي. بتشوف في افضليه للاهلي على الزمالك او للزمالك على الاهلي الموسم ده؟ لا انا شايف المستويات متقاربه قوي. متقاربه يعني انا شايف المستويات متقاربه والنتائج هي اللي بتقول كده يعني. برضو خلي بالك الوقت انت لو الزمالك كسب كل مبارياته والاهلي يعني هتلاقي الفروق كمان في النقط مش كبيره صحيح. صحيح لكن انا شايف لا السنه دي. لكن انا مش عشان انا برضو بنتمي للزمالك، لكن انا شايف ان فرقه الزمالك من الفرق اللي عندها سكواد كويس وفرقه تحس اللي بدنيا واقفين على جنب. انا شايف ان فرقه الزمالك حتى رغم الغيابات اللي ساعات بتحصل بس انا شايف ان حتى اللعيبه اللي ما بتلعبش معظمها جاهز او معظمها تحس بدنيا واقفين على رجليهم. فانا شايف ان الزمالك ممكن يكون ليه افضليه السنه دي رغم اللي انت ساعات بتعدي ما طبطت تعادلات او كذا او كذا، لكن لا انا شايف الزمالك السنه دي هتبقى المنافسه مع النادي الاهلي هتبقى منافسه شرسه لحد اخر وقت يعني في الدوري. في لعيبه مميزه في الدوري ولا المستويات ما فيهاش؟ يعني دايما بنسمع كلام ايه، تلاقي ناس كباتن كبار يقول لك لا يا جماعه مفيش مواهب في الدوري، مفيش لعيبه كويسه لا في الدوري فيه. وناس تقول لك لا يا جماعه في مواهب كويسه وفي لعيبه كويسه في الفرق اللي موجوده في الدوري بس ممكن الاضواء ممكن ما تكونش عليها. انت رايك ايه؟ لا انا شايف السنه دي انت لو تبص النهارده مثلا احمد عبد القادر بتاع سموحه ده راجل كان في النادي الاهلي وراح شيك ورجع النادي الاهلي طلعوه ورا. انا شايف وجهه نظري افضل، انا في وجهه نظري افضل لعيب في الدوري المصري السنه دي لعيب صاعد. انا يعني ده بصراحه هو بصراحه عامل موسم لعيب جامد جدا تفهمني. في انا شايف احمد ياسر ريان برضو زي ما انت اتكلمت راجل جاب 15 هدف وخلي بالك ما بدأش مع سيراميكا من اول الدوري لعب 23 ماتش بالظبط كده بيأدي بشكل جيد جدا. في المحل عبده يحيى لعيب كويس جدا. في وادي دجله انا شايف وادي دجله احمد عاطف اللي هو السنتر فيرود اللي هو رقم 23 تقريبا من الناس اللي هي عارف الفراوده الهجامه زي ما بيقولوا بيعرف يجيب جون عنده قوه عنده من اللعيبه اللي عندها سرعات كويسه جدا. لا في لعيبه كتير في الدوري كويسه السنه دي. انا شايف لا الدوري السنه دي في ناس ظهرت على الساحه وزي ما بقول لك اتمنى ابراهيم اللي زي ما بقول لك الناس دي تبدا تاخد فرصتها بقى وتبدا تتشاف اكتر. لكن انا زي ما بقول لك انا عاجبني السنه دي قوي احمد عبد القادر لعيب هايل بصراحه. احمد عبد القادر عامل موسم بصراحه عامل موسم هو ومصطفى فتحي في سموحه بالظبط الاثنين عاملين موسم هايل بصراحه بالظبط. حارس برده حارس مرمى المحله زي ما قلت لك بيأدي بشكل جيد. انا برده مش متذكر الاسم قوي محمد صبحي برده في الاتحاد السكندري والهاني سليمان على فكره يعني هو ما كانش موافق في ماتش الاهلي الاخير بس هاني سليمان عامل موسم السنه دي 10 على 10. بص يا ابراهيم خلي بالك انا برده مش من النوع اللي ممكن احكم على لعيب عشان ماتش صح. انت برده خلي بالك الهاني سليمان زي ما انت قلت بقد انت برده بتلعب قدام النادي الاهلي انت فاهمني فمعرض ان انت بتلعب قدام لعيبه دوليه لعيبه بتعرف تجيب جون فعادي وارد انت ممكن مباراه ما تكونش موافق. لكن الهاني بيأدي بشكل جيد وخلي بالك الهاني من الاجوان اللي بتلعب برجليها كويس جدا في الهجمات المرتده ومن الناس اللي بتلعب بايديها في الهجمات المرتده كويس جدا فانا شايف بيأدي. وطبعا هو معاه مدرب قدير زي واحد زي كابتن احمد ناجي فبرده زي ما انت بتقول اللي عامل برده موسم هايل السنه دي محمد شريف بصراحه. بص محمد شريف انا شايف الكابتن يعني فكره ان انت برضو دي نقطه لازم نقف عندها برضو لانه السنه اللي فاتت انت تالقت مع امبي بالظبط وكنت واحد من هدافين الدوري بالزبط. عاده ان لما بتروح بقى تلبس فانيلا تقيله زي فانيله الاهلي وتحط وتتحط تحت الضغط مش كل الناس بتعرف تنجح في الاختبار ده ان انت تنجح أصدق. فيه وتبقى نجم الفرقه وهداف الفرقه وكمان بتظهر في المواعيد الكبرى كلها يعني هتلاقيه مثلا في ماتشات القمه قدام الزمالك سجل هتلاقيه في قدام نهضه بركان ولا وصل منتخب هتلاقيه مصر مع المنتخب سجل موجود سجل هتلاقيه ماتش نهضه بركان في السوبر الافريقي سجل هتلاقيه في ماتش الترجي يعني قصدي هو مش بس متالق على المستوى المحلي هو لا حتى في الماتشات اللي انت بتبقى عايزه فيها ماتشات كبيره هو برده موجود. بص يا ابراهيم هي بترجع برده لايه للاعيب نفسه هو عايز ايه من صح. يعني النهارده في لعيبه ياما لعيبه مثلا بتروح زمالك واهلي بتقديش بتطلع اعاره بتبدا ترجع تتراجع لورا لكن انت النهارده واحد زي محمد شريف واحد زي مصطفى فتحي الناس دي طلعت خدت ماتشات عشان هي عندها هدف او لعيب حاطط في هدف دماغه اللي انا عايز ارجع النادي ده أيوه. في لعيبه تانية ما بتقدرش تستحمل اللي هو بيطلع اعاره
من الاعاره ده يبدا ينزل حتى في قوه الانديه. يعني ممكن يكون طالع نادي كبير من نادي مثلا اقل شويه، لا بيبدا ينزل النادي شويه نادي شويه نادي شويه. بس انا شايف برده النهارده اللي برده العين اللي بتختار لعيب. يعني انت لو بصيت لمحمد شريف، كابتن حلمي طولان اللي اختاره برضو اللي هو يجيبه فرقه زي انبي ويشغله كويس للنادي الاهلي والراجل ادى بشكل جيد. نفس القصه كابتن احمد سامي حط عينه على مصطفى فتحي برضو اشتغل معاه كويس وكل حاجه. فهي بترجع برضو للمدير الفني اللي بيبقى عنده يعني عنده زي ما بقول لك ايه، مصدق اللعيب ده اما يجي اما هجيبه هينجح معايا. يعني صحيح. انا اللي انا اسمعه مثلا مصطفى فتحي ممكن قبل كده يقول لك ما بيلعبش في الزمالك مثلا، فممكن يتعرض على مدير فني يقول لك لا اصل هو ما بيلعبش في الزمالك. طب ما هو طبيعي نادي الزمالك يعني برده ما في نخبه من لعيبه او لعيبه جامده. فانت النهارده مدير فني جاي لا اصل هو ما بيلعبش. طب ما بيلعبش بس ما بيلعبش فين؟ ما بيلعبش في نادي زي الزمالك، ما فاهم، ما بيلعبش في النادي زي الاهلي. فاما واحد زي كابتن احمد سامي يحط ثقته في واحد زي مصطفى فتحي ويبقى مصدق وعنده عارف امكانياته ويجيبه ويقفه على رجليه ويلعب، فدي برده بترجع للمدير الفني اللي بيعرف يختار اللعيب اللي انا هطلب من نادي اجيبه اعرب بالظبط كده. ما دي نقطه مهمه جدا، لان برده حته المديرين الفنيين احنا برده عندنا، انا دايما بحب اتكلم على القصه دي، على اللعيبه اللي مش واخده حقها، اللعيبه اللي هي ما بتعرفش تلعب على السوشيال ميديا. انت عارف في لعيبه بتعرف تلعب على السوشيال ميديا، خلي بالك في لعيبه كتير جدا في مصر يعني بيلعب على السوشيال ميديا، ما بيعرفش يلعب في الملعب بس هو بيلعب على السوشيال ميديا بس. بالظبط. وفي لعيبه بتتهري في الملعب ومحدش بيتكلم عنها. بالظبط. خلاص حتى في الاهلي وفي الزمالك. بالظبط. نفس القصه المدربين، بيصعب عليا جدا المدربين اللي هو مثلا ما بيكونش عنده كارير وهو لاعب كبير، ما وده عادي ده وارد. خلاص. بس هو مدرب جامد جدا وبيفحت في الصخر عشان يوصل ويعمل اداء ونتائج هايله جدا، بس هو ما بيعرفش يعمل لنفسه بروباجندا، يعني ما بيطلعش يعمل هاله لشغله ويبين شغله ويبروز شغله، بس الارقام لما تيجي تبص عليها، يعني كابتن خالد عيد مثلا، كابتن احمد سامي، كابتن ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال، بالظبط، كل دول اسماء كبيره عاملين اداء وارقام، وكابتن علي ماهر مع بالزبط. المصري، يعني لا في كابتن هيثم شعبان لما كان مع سيراميكا، بالظبط، دي كلها اسماء عملوا اداء، في منهم طبعا اللي وصل في كاريره كلاعب لمنتخب مصر ونجوم كبيره، وفي منهم اللي ما قدرش يعمل نفس القصه، بس هو كمدرب ده كارير وده كارير. ابراهيم ما ينفعش تخلط ما بين الاثنين. ابراهيم يعني. هو معلش هو مدرب بايرن ميونخ اللي عنده 32 سنه ده، يعني انت تسمع عنه كلاعب؟ لا طبعا. راجل اشتغل بيدرس صح، بيشتغل صح، صحيح، وصل اللي هو بقى، وغيرهم كتير، وغيرهم يعني في اسماء كتير، وفي يعني ناس اساطير. يعني انا شايف مارادونا كان اسطوره، ما كان منتخب الارجنتين ما فيش حاجة. لكن هي بترجع برده ابراهيم لايه؟ ثقه رئيس النادي او الادارات في الراجل. لكن هي القصه كلها ايه برده؟ اللي في بعض رؤساء الانديه ممكن بيدوا ودنهم شويه للوكلاء، بيدوا شويه ودنهم لمثلا لفهم ل نخليك مع ده عنده خبره في الدوري الممتاز ده، يعرف اللعيبه مش عارف بالظبط. فدي برده دي مشكله، اللي هي الوكلاء برده النهارده. انا لو ممكن في مدرب ممكن مع يعني في مدربين كتير مثلا يقول لك مدرب كويس تمام كويس، بس ما زي ما انت بتقول امسك بقى نتائجه من ايجابيه وبتاع واعمل مقارنه، ممكن تحس تشوف الماتشات اللي هو كسبها اللي خسرها اكتر من اللي كسبها، ويقول لك ده مدرب مجتهد ومدرب كويس جدا، وتلاقي مدرب زي ما انت قلت كسبان ماتشات كتير جدا ويقول لك لا اصل لسه بدري، اصل لسه ما عندوش خبرات، اصل لسه مش عارفه ايه، اصل لسه ما عندوش ايه. فبرده خلي بالك امكانيات الانديه بتفرق يا كريم. يعني النهارده معلش مع احترامي، لو انت النهارده ابراهيم مثلا سي جبت موسيماني او كالتيرون بتوع الاهلي والزمالك وحطهم في فرقه من الفرق اللي هي مثلا في قاع الدوري، وقت المدرب اللي بيدرب في قاع الدوري ده حطه في الاهلي والزمالك، شوف نتائج ده هتبقى عامله ازاي وده نتائج عامله ازاي. الكوره مش تدريب بس، يعني خلي بالك انت بقى عندك امكانيات ماديه وفنيه واعلام وراك ولا قصه ثانيه خالص. الفرقه ما هي اسمها فرقه بطل ليه؟ عشان عندها المقاومات. فزي ما بقول لك نتمنى الفتره الجايه يبقى فيه، يعني انت النهارده انت اديت مثال بالكابتن هيثم شعبان، راجل يعني بدا زي ما بقول لك بداها من تحت خالص، طلع بفرقه سيراميكا السنه دي الناس كلها اتكلمت على فرصه، قال لك لا في شغل كويس، وحتى الراجل لما تتفرج عليه في البرامج راجل مثقف بيعرف يتكلم بيشتغل صح، وده حاجه مهمه جدا للمدرب ابراهيم اللي بيعمل ابديت لنفسه على طول. صحيح. يعني ده خلي بالك برضو اللي معظم، مش عايز اقول معظم، بعض مثلا المدربين ممكن تحس، وده مش انا اللي بقول، ممكن انت تحسه مثلا من سيستم لعب واحد مدرب مثلا بيتنقل من نادي لنادي 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 نفس سيستم اللعب ونفس طريقه اللعب ونفس كذا، لكن جوه الملعب في مدربين، يعني الكابتن ايهاب جلال على طول راجل بيعمل ابديت لنفسه، مره يلعب 3 4 3 مره يلعب 3 5 2 مره يلعب 4 2 3 1، عنده تنوع في الحته بتاعه التنوع الخطط. وفي مدربين هي اسطمبه واحده، ليه؟ زي ما بقول لك الكوره بتتقدم يا ابراهيم، الكوره دلوقتي زي الطب زي الهندسه، الطب النهارده بيتقدم، الكوره برده بتتقدم النهارده، لو المدرب
ما مشيش مع العصر وبدا يطور من نفسه ويعمل ابديت لنفسه هتلاقيه واقف في نفس المكان، وهتلاقي مدربين تانيين بتبدا تسبق او تبدا تعدي في حتت تانيه. عايز اروح معاك للقطه شفناها امبارح على السوشيال ميديا، فرجاني ساسي متصور وهو بيتمرن مش عارف في البيت ولا في الجيم جيم. ولابس تيشيرت نادي الزمالك. مش هنخلص من القصه دي والله. بص انا يعني تفسيرك ايه مثلا؟ هو يقصد ايه؟ لا لا خلي بالك، خلي بالك والله. لا لا خلي بالك، الناس ممكن تبص لها ايه. انا ممكن اي حد ممكن يمر بالقصص دي عادي. يعني مثلا ايه اهي الصوره اهي، اصل انت اكيد عنده 36 تيشيرت مليون. هي ممكن وهي ممكن عشان قطه والجو حر، فممكن تقول ممكن صح وبيضه فتعكس اشعه الشمس. بص هو خلي بالك، انا زي ما قلت لك في القصه دي، يعني انا كنت اتمنى اللي هو، واتمنى لحد برضو اللحظه دي اللي هو يكون موجود في نازل. تفتكر ممكن كل حاجه يعني تفتكر ان العلاقه بتاعت فرجاني مع جمهور الزمالك ومع اداره الزمالك الحاليه، خليني طب قبل ما نروح لفرجاني خليني بالمناسبه اسالك، ايه رايك في اداء اداره الزمالك الحاليه الاداره المؤقته؟ لا انا بص يا ابراهيم، زي ما قلت لك انا شايف ان الاداره تعصرت يعني فتره طويله جوه نادي الزمالك. لا انا شايف الناس بصراحه بتشتغل لهدف اللي هي عايزه نادي الزمالك يبقى كويس او لازم في فرق يا ابراهيم. اللي انا اجيب النهارده مسؤول تشتغل على هدف شخصي اللي انا عايز، انا الناس لا الناس دي تحس حتى من كابتن حسين لبيب اولا، عشان بس ممكن ده راجل من نجوم نادي الزمالك في الهاندبول، راجل نظم كان مدير بطوله كاس العالم الاخيره بتاعه كره اليد، فراجل رياضي وعنده وتبقى حاجه كويسه قوي لراجل رياضي وعنده حته الاداره كويسه او طبعًا. الربط مع عنده بعض عنده الميكس ده بالظبط. فانا شايف الراجل بيأدي بشكل جيد جدا لحد دلوقتي، بدا الاستقرار في يعني يرجع تاني نادي الزمالك. وزي ما قلت لك مهم جدا حته الاختيار، النهارده بختار شخصيه تمسك نادي الزمالك لازم تبقى على قد الحدث او على قد المسؤوليه. فانا شايف هم بيأدوا بشكل جيد قوي. الناس دي برده جت عندها النهارده حاجتين صعبين، ان انت ازاي تنمي موارد لنادي الزمالك، وفي نفس الوقت ازاي انت تجدد عقود اللاعبين بتوع الهاندبول والباسكت والطايره هم ما يتلم زي ما بقول. لكن انا شايف النهارده هم بيأدوا بشكل جيد في لحد اللحظه دي. ناس برده خلي بالك برده مهم جدا يا ابراهيم، اللي انت اما بتاخد قرار بتبقى تاخد قرار قافل على نفسك، مش اللي انت بتاخد قرار عشان تطلع تقول انا خدت او اتكلمت او كذا او كذا او كذا. دلوقتي بقينا عارفين النهارده اما انا بقعد مع ابراهيم انا عارف مين اللي قاعد او مين بيتفاوض. يمكن انا دي، وحتى لو رجعنا لموضوع فرجاني او رجعنا لموضوع مصطفى محمد او رجعنا للمواضيع دي او حتى باتشيكو اما مشي من نادي الزمالك، كل ما كنت تسال حد يقول لك يعني مش انا وده يقول مش انا، طب هو مين انا يعني؟ وانا قاعد في بيتي هو انا؟ انت فاهم قصدي؟ لا انت النهارده عارف النهارده مين بيجدد، مين المسؤول ومين اللي عنده بالزبط صاحب القرار بالظبط يعني. مين اللي بيطلع القرار، مين اللي كذا. لكن انت النهارده زي ما قلت لك باتشيكو اما مشي بعض المسؤولين طلعوا في برامج قال لك انا والله انا ما كنت موجود بس انا ما اعرفش مين اللي خد القرار، انت فاهم؟ فدي كانت مشكله كبيره. لكن انت النهارده في ادوار بتتوزع في النادي، ان في استقرار النهارده ما تلاقيش اخبار نادي الزمالك بقت كتير. الفتره اللي فاتت كانت كتير جدا جدا، نهايه بموضوع فرجاني كان كل يوم انا كان ناقص افتح الثلاجه الاقي موضوع اساسي طالع في وشي. اه والله بكلمك بجد الموضوع كان زياده طبعا ده حقيقي برخامه انا اسف. ايوه صح. فانا شايف لا بيأدوا بشكل جيد، واتمنى لهم ان شاء الله باذن الله اللي يكملوا على الريتم ده. نرجع بقى لفرجاني، شايف ان علاقته بنادي الزمالك كاداره نادي الزمالك وعلاقته بجمهور الزمالك تشفع او تسمح ان هو يعود مره اخرى نادي الزمالك؟ اصل هي مش قصه تشفع او ما تشفع، هو راجل لاعب في نادي الزمالك ادى بشكل جيد لحد اخر نفس. كان ممكن الراجل ده مثلا لو هو زي ما بيتقال اللي هو ماضي في حته كان ممكن اقل حاجه يقول لك انا متعور مش هقدر اكمل. انت فاهمني؟ هي الناس زعلانه منه على قصه ان هو ما رجعش بعد السفر طب في الدولي. انا معاك وممكن انا اكون زعلان والناس زعلانه وكل حاجه، بس انا برضو النهارده دي نقطه ناس مش واخده بالها حاجه. انت النهارده بقالك زي ما اتكلمنا في حته الدوره ابراهيم، انت يعني في الدوريات كلها انا النهارده لما باجي امضي انا لعيب ابراهيم وانت راجل مسؤول، لما باجي بمضي عقد معاك في حاجه اسمها انا الدوري هيبدا يوم 15 سي اغسطس بينتهي 30/6. حته مد احنا ممكن الكوره الوحيده في العالم اللي انت بتعمل مد 3 شهور اللي هي يقول لك ايه. لا بس على فكره السنه اللي فاتت ده حصل في اكتر من دوري لظروف واحده يا ابراهيم، ظروف ايه؟ كورونا السنه اللي فاتت اللوائح. بس انت ما انت عندك السنه دي اشرف بن شرقي ما هو موجود واحداد ما هو بس موجود. ده يعني ابراهيم بس ده عقودهم ممتده تمام. بس هي في نقطة مهمة جدا برضو عشان دي نقطة حصل فيها لبس عند ناس كتير. هي انه هو لو كان رجع استكمل الدوري مع نادي الزمالك ده لن يعيقه ان هو يروح اي نادي تاني. حلو قوي. افرض انت النهاردة
انا راجل مسؤول يعني، فاهم انا اقصد ايه يعني؟ اصل في ناس قالت لك لو رجع هيفوت عليه القيد، لا لا مش عارف فين او مش هيلحق. لا لا خالص، مش حته كده يا ابراهيم. انا بكلم معاك صح. افرض انا النهارده مدرب الفرقه اللي ماسكها اساسي، انا والراجل هو، وحتى لو احنا سمعنا اللي هو راح قطر مثلا، معظم المدربين في الانديه القطريه راجل بيبقوا اجانب. ايوه. افرض انا قال لك عايز 1-8 هبدا فتره اعداد اللعبه كلها تكون موجوده. مش عايز لعيبي، انا عايز الناس كلها اللي جت تبقى موجوده. معلش تاني حاجه، انت الراجل لو ماضي انت بتبقى واخد مقدم تعاقد. طب افرض النهارده الراجل ده لو كمل معاك مثلا وتعور ورايح نادي جديد، ده اللي في حاجه اسمها كشف طبي. فالقصه كلها هنا في، ممكن نقول هنا في غلط وهنا في غلط. لكن اقول لك هرد على خليني اردك بقى اقول لك انا الطرف الاخر بيقول ايه. الطرف الاخر بيقول ان مفيش مشكله خالص في اللي انت بتقوله، اطلع بقى اعمل مؤتمر صحفي وقول الكلام ده كله وقول رايك، ما تخليش الموضوع ايه الباب موارب. لان كمان اللي وضح القصه اكتر كابتن حسين لبيب في لقائه معايا يوم الاثنين اللي فات، قال لك احنا تواصلنا مع ساسي وطلق اكتر من مره هو ما ردش، ما رجعناش بقى رد. انا بقى ارجع بقى دي ده سبب سؤالي في البدايه خالص. بقول لك هل التصرفات اللي ساسي عملها في اخر كام شهر تسمح له ان يعود مره اخرى؟ انا بص انا برضو عشان مش جوه القصه بتاعه التفاوض والحاجات دي، بس انت النهارده طالما رئيس النادي طلع قال لك احنا فتحنا الباب وعملنا وقدمنا وبتاع ومفيش رد، خلاص اقفل انت الموضوع وخلاص مفيش مشكله. لكن صحيح. انت اللي سايب الباب موارب. انت فاهم قصدي؟ انت النهارده لو انا بتفاوض معاك يا ابراهيم مثلا شهر، في الثاني في الثالث ومفيش رد، شكرا يا ابراهيم، هدور على حد ثاني. لكن انت النهارده انت سايب الباب موارب. انا اعتقد ان نادي الزمالك خلاص مش خلاص يعني اطلع اطلع اعلن. وانت النهارده بالنسبه له انت النهارده مفيش حد هيغلطك لو انت النهارده طلعت، وده حقيقي اللي حصل دلوقتي. كل جمهور الزمالك دلوقتي بقى ملتف حوالين الاداره وشايف ان الاداره هي اللي بتعمل بس. لكن انا في وجهه نظري القرارات والمواقف المظبوطه حلو. لكن انا كراجل مثلا، انت بتكلمني في القصه دي، اكيد انا عايز مصلحه نادي الزمالك. لكن انا مش من نوع اللي بحب النهارده لعيب يبقى لاعب وادى بشكل جيد حتى وانا بنهي العلاقه. ودي معلش دي مش في لازم، احنا عندنا في مصر ده المفهوم ده بس شويه اللي النهارده ايه، هي حته تفاوض، ما حصلش تفاوض خلاص انا شكرا. طب انت شايف ان الصوره دي فيها مغازله شويه لجمهور الزمالك؟ ممكن ممكن، بس خلي بالك هو طالما النهارده لحد دلوقتي يا ابراهيم، خلي بالك الفرق كلها هتبدا تبدا، والنهارده طالما ما فيش، انت النهارده خلاص هو بالنسبه له قعده يعتبر خلص خلاص. هي. فلو في اعلان من فرقه زي ما احنا والناس بتقول، كان ممكن الفرقه طلعت اعلنت او قالت احنا معانا ده اللعيب ده، ممكن الله اعلم يكون متفق مع فرقه والمفاوضات ما مشيتش، الله اعلم في الموضوع ايه. مفهوم. لكن انا عايز اقول لك اللي انا مع حاجه واحده بس، اللي النهارده لو لعيب قد عندي بشكل جيد رغم بقى في اختلاف في التفاوض يبقى في خروج شيك من نادي الزمالك، خروج يعني. شيك من نادي الزمالك وفي نفس الوقت من اللعيب. لكن انا ضد اللي النهارده لعيب يخرج او ما يجددش، لا لازم يتهاجم اللعيب والاداره لازم تتهاجم. لا انا لا دي قصه ثانيه احنا مش مختلفين عليها. لكن انا كنت كلاعب دولي لعيب بيلعب في منتخب بلده لعيب وخلي بالك برضو انا عايز اقول لك النادي الزمالك وقف مع ساسي. يعني انا لما كنت موجود في الجهاز ساسي في الكونفدراليه كان برضو اتعور فتره طويله والنادي الزمالك وقف جنبه، وسطت اللي جمهور نادي الزمالك اما كان مع منتخب تونس كانوا بيروحوا يشجعوا منتخب صحيح. تونس عشان ساسي. فنادي الزمالك برضو وقف معاه، انت فاهمني؟ وانا بقول لك برضو نادي الزمالك من الانديه، يعني انا هديك مثال، اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي مثلا لعب في الهلال السعودي، لعب في فرنسا، لعب بتاع، اما جه نادي الزمالك وادى وبتاع، نادي الزمالك هو اللي راح موديه منتخب المغرب. فنادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك اي لعيب بيجي من اي حته بيلمع اللعيب بالظبط كده. فبرضه لازم نقول دي. لكن زي ما قلت لك اتمنى لو انا كراجل كمشجع كنت اتمنى مثلا اللي هو يكون كمل. اللي انت زي ما اقول لك احنا قعدنا فتره يا ابراهيم لو تفتكر مع محمد عبد الشافي راح الاهلي السعودي، الناس قال لك ايه مفيش مشكله راح وجاب مبلغ كويس بتاع. نادي الزمالك عايز اقول لك قعد 5 سنين اللي يدور على باك ليفت لحد ما رجعه محمد عبد الشافي وهو اللي بيلعب. مصر كلها فيها لا مشكله لا وهو في المركز ده وهو اللي بيلعب. أيوه. ويعتبر من اكبر الناس في الفرقه. صح. انت فاهم قصدي؟ والوحيد اللي ادى في المكان ده عبد الله جمعه اللي هو اصلا مش باك ليفت، مش باك شمال. انت فاهم قصدي؟ فهي التخوف بس اللي ممكن انت فرجاني ما تقدرش تعوضه، خاصه ان انت لو عايز تجيب لعيب توب ليفل هتدفع له فلوس جامده زي اللي انت كنت هتجدد بيها لساسي. اخيرا شايف ايه او ايه رايك في ظاهره فرق الشركات؟ يعني احنا عندنا صاعدين اهو للدوري المصري الممتاز، الشرقيه للدخان، فاركو للادويه، وكوكا كولا. رايك ايه بقى؟ بص هي الكوره دلوقتي حته الاستثمار والحته الضخ الاموال دي طبعا اي حد النهارده معاه هتلاقيه هيطلع على طول الدوري الممتاز. لكن زي ما قلت لك هتحس بيها اكتر لو في جمهور، في لو في جمهور هتحس ان انت بتلعب في دوري زي ما انت بتقول دوري ممكن الشركه يعني شركه ما زعلش مني. يعني انت النهارده ام بي فرقه طبعا متمرسه في الدوري ما فيش جمهور، بتروجيت قبل كده فرقه برده في الدوري ما فيش جمهور، النهارده بتتكلم في فاركو ما فيش جمهور، شرقيه الدخان
الى حد ما ليها مشجعين بس برضو مش بالكثافه. في كوكولا نفس القصه. في فرق مين في الدوري تاني؟ البنك الاهلي برضو نفس القصه. لا هيبقى الدوري هيبقى زي ما بقول لك، يعني انت النهارده بقى افتح الجمهور هتلاقي بس 3 4 ماتشات اللي فيهم جمهور والباقي كله الاستاد فاضيه. فبرضو دي حته برضو اللي فيه انديه بتتظلم اللي هي الانديه الشعبيه، يعني فين المنصوره؟ يعني انت النهارده الناس كلها فرحانه ببغاز المحله ليه؟ عشان فرقه جماهيريه، فرقه شعبيه وليها ارضيه وليها تاريخ كبير. تعالى بقى يعني شوف الترسانه، شوف المنصوره، شوف فرق كتير جدا جماهيريه ما هتتظلم. صحيح. فاتمنى اللي برضو المحافظات بتاعه الفرق دي لازم تساعدها وتساندها، لازم تساعدها وتساندها. صحيح. لازم. صحيح. ولازم يبقى في افكار يا ابراهيم للفرق دي ازاي اجيب فلوس، ما استناش ازاي انا الدعم اللي هيجي لي. أيوه. لا لازم النهارده انا افكر ازاي اجيب موارد، ازاي النهارده انا اجيب فلوس عشان الفرقه دي تقدر تنافس. انت النهارده فرقه بحجم جمهوريه شبين اللي كانت مع احترامي الاهلي والزمالك بيروح جمهوريه شبين بيبقى كانك رايح استاد صعب جدا. يعني انت لو تفتكر جون رضا، كابتن رضا عبد العال في اخر دي مع الاهلي، ملعب صعب. النهارده فين جمهوريه شبين؟ نزل درجه ثالثه. عندك حق. نزل درجه ثالثه، انت فاهمني؟ فانا اتمنى ان شاء الله رب القادم الدنيا تبقى افضل بالنسبه للفرق الشعبيه. كابتن امين انت شرفتني ونورتني، ربنا يخليك، وكل التوفيق ليك ان شاء الله في تجربتك مع نادي السكه الحديد. ربنا يخليك يا ابراهيم، وانا سعيد ان انا كنت معاك. ربنا يعزك، شرفتني ونورتني. صباح الفل عليك. بعد الفاصل فقرتنا الاسبوعيه المعتاده مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي، خليكم معانا.